وبخبرنا الأول لهاليوم رح نحكي لكم عن المسلسل اللي عمل ضجة كبيرة بالساحة الفنية قبل موعد طرحه، وهو مسلسل دهن حر من إنتاج قناة دجلة الفضائية في رمضان لعام 2023. وبينتمي هالمسلسل لفئة المسلسلات الكوميدية والاجتماعية والسياسية، وبدور أحداثه في إطار كوميدي، وبيسلط الضوء على يوميات العائلة العراقية، وبيرصد الحالات والظواهر المجتمعية، وبيتناول هالعمل مشاكل الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للعائلة العراقية. رح يجمع هالمسلسل أبرز نجوم الشاشة العراقية، وهم إياد راضي، إحسان دعدوش، علي جابر، زهور علاء، سلاف جليل، علي نجم الدين، مازن محمد مصطفى، خليل إبراهيم، سعد خليفة، زهير محمد رشيد، وهو من تأليف مهند هادي وإخراج علي سيف. تفضل سيادة الرئيس، المكان مؤمن. وين دكتور؟ بس خل ابوس مكانك. لو تدري ايش قد مشتاق لك سيادة الرئيس حبيبي ابو الروس. بس لا قفزوا عليني. عندك بحرية يا ريس، سمرة وشرقية. شكو اجيلي هسه ايش راح تسوين؟ الطلقه وتنحل والدي. يا معود يا طلاق استر علي. بعدك شباب شاروخ حقها تابعه. شنو انا شلون اعالج هاي التابعه؟ عمو لو سمحت بليز، يعني ابد لا تخلي هيك شغلات براسي. قوم لا قومنا قوم 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 منا قوم امشي امشي. هذا قاعد على كرسي الرئيس، صدق هو رئيس قام يصيح. لا تحس خبطتني براجلي. ما تصورت عايفكم وعفتوني. والله مستحيل انا تخجلني قدام صديقاتي لافني الكبه من ورا خشمك. شو اكلهم هسعاني؟ زين مو قدها دول مطل امي الثلاجه. لا بوري من يمي بوري، هاي ضربتني بوري وياي. بس هذا بس هذا وضع صامد ما وقع عشتيد. لو بيدي لو بيدي تخيل يعني اخذك بسياره لامبرجيني وافتر بيك الدنيا كلها. وانت الهامبرجيني رفضتي. من حبيبي اني من الغبي انت بهاك. هذا طربوشي وانا مبطل وكل عين صلفه. شلون قاعد ويتمضحك وياه كر 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 كر.